لاتيني تاع ما عنديش انا هكذا تاع الجزائر. كيسموا هاد الجوال اللي شريتي الثاني تاع محلز؟ هكذا تتزين العاصمة قبل يومين فقط من نهائي كان 2019. الراية الوطنية، قمصان لاعبي المنتخب الوطني تغزو الشوارع. نخدموا مع ليكيب ناسيونال نسترزقوا منها. هادو لي تيشيرت هادو ما دوك الخطره كيفاش دوك كيما نقولوا مع الحراك تلقاهم نورمال جمالي وتلقاهم في الغايه في سنتيب في البدايه. على قارعه الارصفه يتجول هؤلاء الباعه للترويج لبضاعتهم، والحدث الرياضي فرصتهم الوحيده. المناسبه هذه جات ربي بعتها، ربي بعتها لينا. جات فوتبال قالوا ما كاش، انا لحقنا لابينا ان شاء الله كتب ربي نجيبوها. كل ما تكلفي لي كلمه سونا قد ما يخسروا تريكوات. غلاء الاسعار لم يمنع مشجعي الخضر على اختلاف اعمارهم من اقتناء السلع كل حسب رغبته. منهم من فضل الرايه الوطنيه، واخرون اختاروا الاقمصه وباقي الاكسسوارات. يجيبوها ان شاء الله فوق الليسان. جيت نشيل هذيك الزماره باش نسمى باش هي يقولوا دخلنا جول. جينا هنا يا شينا لي توني تاع لاجيري والعلامات وكلش، وان شاء الله يا ربي نهار الجمعه ان شاء الله يربحوا. 1 2 3 في بلاجيري. تختلف الاذواق على اختلاف طرق التشجيع، لكن حلم الفوز يجمع المناصرين، وحب الوطن فوق كل اعتبار عند الجميع.